برشلونه عماره والحقيقه عايز اسالك على حاجه مهمه جدا. واحنا بنتكلم على التنظيم الدفاعي لفريق برشلونه وازاي يعني قادر تشافي انه يستغل اللاعبين رغم انه ممكن تكون يعني امكانياتهم او البروفايلز بتاعت اللعيبه دي مختلفه تماما عن المراكز اللي بيادوها. يعني مثلا اراوخو ده مش ستايل باك خالص, مش ستايل ظهير. يعني الظهير دايما بقى اخف شويه, بيبقى ارفع شويه, ما بقاش بالطول ده, لان دايما الحاجات دي بتبقى اعاقات يعني للظهير, بيبقى سهل انه يترقص وكده. لكن النهارده الحقيقه عمل مباراه كبيره جدا, واضح ان هو بيلعب عنده هدف محدد. انت بتلعب على فينيسيوس مش هيدخل الجيم, واذا دخل الجيم هتخرجه من الجيم سواء بالنرفزه او باللعب الخشن او الحاجات دي. فالحقيقه بحب برده يعني زي ما احنا بنتكلم على تشافي انه في وقت من الاوقات انتقدناه بشكل كبير وقلنا انه ممكن يكون مش المناسب لبروجكت برشلونه, بس اعتقد ان هو على الاقل في وسط التولز اللي موجوده معاه بيقدر يستغلها بشكل جيد. يعني لا طبعا محدش قال ان تشافي مش المدير الفني المناسب, خلي بالك, بس هو كانت الضغوطات صعبه عشان الصيف الكبير جدا اللي عمله برشلونه. وانا بشوف دايما ان اداره برشلونه هي حطت ضغط كبير على تشافي بالصيف الكبير اللي عملته, بالضجه الكبيره الاعلاميه اللي عملتها. يعني خد بالك الميديا بتاعت برشلونه عموما حطت ضغط كبير جدا على تشافي, اللي الراجل اثبت في اكتر من مره ان هو مدرب بس محتاج صبر. يعني زي ارتيتا على فكره, ارتيتا صرف كتير مع ارسنال بس محدش خد باله, محدش حس. اداره ارسنال كانت دايما بتصدر للجمهور عموما او بتصدر للميديا او بتحاول تحمي ارتيتا ان هو مدير فني مكمل, مش طالبين منه اي حاجه, مش كل الحاجات دي مش مطلوبه منه كاهداف رئيسيه. بس العكس طبعا, الفرق كبير طبعا من ارسنال وبرشلونه. برشلونه في الاخر اعرق واقوى واكبر من ارسنال اللي مختفي تماما على الساحه بقاله اكتر من 30 سنه. يعني انت بتتكلم في الاخر على برشلونه قطب كبير جدا في الكره الاوروبيه والقطب الثاني في اسبانيا, يعني فلازم دايما هيبقى مطلوب منك ان انت تنافس. فالصفقات الكتيره جدا بالاسعار الكبيره اللي دفعت في اللعيبه حطت الضغوط اكبر على تشافي ان هو لازم ياخد بقى ثلاثيه, فاهم؟ فاصطدموا بواقع كبير, تشامبيونز ليج خروج بشكل مؤسف جدا وبشكل سنتين على التوالي خروج. يعني بتكلم تحديدا على الموسم ده, يعني انت بتخرج من تشامبيونز ليج بشكل صعب جدا قصاد انتر وباين ميونخ. نفس الكلام في اليوروبا ليج, خسرت من مانشستر يونايتد, عوضت شويه, بتحاول تعوض في الدوري ان انت ماشي بشكل جيد, بس خدت السوبر. فاعتقد ان تشافي لا اجمالا هو عامل شكل اداء جيد مع برشلونه. النقطه الثانيه كمان, النهارده تشافي اداك بعد تاني تماما ان هو مدير فني قادر على التطور. انت كنت يمكن في بدايه الموسم مع اول 3 شهور تحس ان برشلونه تشافي هو ترس واحد, شكل واحد, هتعرف لو لعبت على بيدري وجافي تعرف تمسك الفريق شويه وتعرف تلعب على نقط ضعف شويه. النهارده قدم مباراه تكتيكيه من الطراز الاول. فكره ان انت اراوخو ما تخليهوش يعدي نص الملعب عشان تدي رافينيا كانه جناح بهاف رايد بباك يمين كمان. خلي بالك ارجع للشوط الاولاني, كارفاخال لما كان بيتقدم في الباك اليمين عموما كان مين اللي بيقابله على طول؟ هتلاقي رافينيا او الباك الشمال ناتشو لما كان بيتقدم على طول كان مين اللي واقف معاه؟ هو رافينيا. فدي نقطه عبقريه جدا ان هو كان بيدخل اراوخو يرحله مع المدافعين, يبقى قلب دفاع كانه قلب دفاع ثالث مع كوندي والونسو, واراوخو هو اللي قاعد هنا بيعمل البيلد اب بس او بيعمل بونا اللعب عموما من نص ملعبه واخره خالص ونص الملعب, وسايب الحته البدنيه تماما في الجانب اليمين لرافينيا اللي اجادها بشكل جيد. وانت شفت فينيسيوس النهارده كان مقفول عليه تماما, دايما كان عنده اثنين لعيبه مع كمان فرانكيسي, مع تحديدا ممكن فرينكي ديونج اللي كان مايل ناحيه اليمين اكتر عموما. بالمناسبه فينيسيوس هو اكثر لاعبي الدوري الاسباني حصول على انذارات في هذا الموسم, 9 انذارات في كل المسابقات. يعني وانا برضو عايز اتكلم معاك في الحته الفنيه والحته النفسيه كمان اللي عند يعني فينيسيوس بحس ان هو مهما تطور ومهما ظل لاعب كبير وعنده امكانيات كبيره جدا, بس بحس برضه عمال انه بينقصه شويه سنه الخبره دي انه يقدر يتحكم في نفسه. لسه طبعا محتاج وقت كبير جدا. وابتدى بقى اللعيبه كمان تلعب على النقطه دي في الدوري الاسباني تحديدا. اخرج فينيسيوس بره المباراه بانذار, خرجته بره الجيم تماما طول ال 90 دقيقه, وهو برضه لعيب صغير محتاج حمايه. انا بتفق مع مروان في النقطه دي, اللعيب اللي زي ده محتاج ان انت تحميه من نفسه كمان, لان فينيسيوس عارف ان عنده الامكانيات وعارف ان هو بقى تارجت, عارف ان هو بقى هدف رئيسي لكل المدافعين وكل اللعيبه في الدوري الاسباني, ان هو بلغه الكوره كده تنكشه تطلعه بره الجيم. ودي نقطه كانت في لعيبه كتيره جدا, فانت محتاج حمايه, محتاج ان انت تخليه يهدى, يا اما يقابل الموضوع بشكل استفزازي اكتر للخصم اللي قدامك ان هو بالعكس
ما ينجرفش ناحيه الاستفزازات دي كلها قدام المناوشات دي كلها، يفضل محافظ على نفسه عشان ما ياخدش انذار، لانه لما بيتعصب عموما بيدي رده فعل مراهقه جدا جدا بتخليه يخرج بره نطاق اللعب تماما، فانت ما بتعرفش تاخد منه افضل حاجه. اتفرج على كل الماتشات اللي خد فيها فينيسيوس انذارات، بص فينيسيوس قدم لك ايه؟ ولا اي حاجه. طول ما انت بتلعبش على استفزازه، طول ما انت بتعرفش تخرج بره المباراه، هو لو خرج مش هيديك اي حاجه. دي نقطه مهمه جدا. الناحيه الثانيه كمان ارجع لك تاني لتشافي في فكره ان هو يلعب بفرانكيسي مع فرينكي ديونج كلاعب رقم 8 والدور الكبير اللي اجاد فيه فرانكيسي النهارده في الدور رقم 8 ناحيه الشمال تحديدا مع جافي. بص على الشوط الثاني كمان جافي كان بيخش نص ملعب كان بتقلب 4 4 2 او 4 5 1 كمان، فيران توريس الوحيد اللي في الجهه الاماميه، حتى لما نزل انسو فاتي كمان كان بيلعب ناحيه الشمال كانه هاف ناحيه الشمال او لعيب خط وسط ناحيه الشمال عموما. فاجمالا ده جيم ما كانش بيلعبه تشافي، او ما كانش حد يقول ان تشافي ممكن يلعب جيم زي ده بفريق زي برشلونه بعناصر زي دي. فكل ده تطور كبير جدا، مباراه كلها مكاسب لبرشلونه، اللي بتاكد ان تشافي النهارده بياكد المره الكتير جدا في الموسمين اللي فاتوا بصراحه ان هو مدرب كبير قادر على التطور، وهو قادر ان هو ياخد مشروع برشلونه بس